أيها الإخوة المسلمون، صلاة العيد سنة مؤكدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما ركعتان اثنتان، تكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة الرفع من السجود. تقبل الله منا ومنكم جميعا. فاذكروا الله على المشعر الحرام واذكروه كما هو
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
يا رب.
من إذا رأيتم في هذا الذكر وأقول أحدهم من رحبنا أن التغيير التعليم في إيران محبوب والتعليم ينافي الوجود وحديث الإمام ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت بسبعي وهو سنة لكم وقال صلى الله عليه وسلم Thank you.